يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يترحم على بعض الأموات كالبدوي والجيلاني وغيرهما والذي يطاف على حول قبره حيث إنه لا ذنب له بما يفعله هؤلاء الجهلة؟ الذي كان يدعو إلى عبادة نفسه وقبل موته هذا لا يترحم عليه ولا يدعى، بل يدعى عليه. وأما الذي كان رجلا صالحا مستقيما ولم يدعو إلى عبادة نفسه وإنما فعلوا هذا به بعد موته فهذا يستغفر له ويدعى، مثل عبد القادر الجيلاني، هذا من الصالحين من الأئمة، وما أمر الناس أنهم يدعونه، وأنهم فإذا كان أنه أمر الناس بعبادته فهذا من الطواغيت، من أنواع الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وأما من كان ينكر هذا في حياته ولما مات فعلوا معه هذا، هم فعلوا هذا مع الأنبياء ومع الصالحين وهم ينكرون عليهم. نعم.